حق بيت كله تراث وشكله راعي يحب التراث، سمونه مجلس ابو سعد. شوفوا ما شاء الله صور، ما شاء الله تراثيه. المؤسس الملك عبد العزيز وابنائه الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حديني بالسياره وصاعدين فوق. والله ما كيف الحال، شلونك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن على جمال المكان يا جماعه الخير. مجلس ابو سعد التراثي عشان الليله وجلستنا هالمكان الطيب. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. انا قايل لك الف مره لا تاكل شيء ما تقوى عليه، لا تاكل شيء ما تقوى عليه، لا تطيح بروسك. شفت يا اخوي، قلت خلاقه من اسنانك داخل داخل، شفته؟ صدق لا جايز والله. والله ذيك السنه، والله ابو علي، عمي ابو علي قاعد ياكل تفاحه، والله رفع التفاحه شاف واحد من اسنانه غارز التفاحه. اي واحد فيهم عمي ابو علي اللي راح وسط التفاحه؟ والله قاعد ياكل تفاحه. ما شاء الله تبارك الرحمن على جمال المحل، ما شاء الله تبارك الله. انت ابو سعد؟ ونعم والله يا ابو سعد، شو الذوق، شو المكان الجميل. في السطح يا جماعه الخير مسوي الجلسه الجميله، اهنيك والله يا ابو سعد، ما شاء الله تبارك الله، كان جميل. انا قلت ابو نجلس هنا ولا بالخيمه، ايش رايكم؟ ها هنا عادي نجلس هنا. اي يلا حياك ابو سعد، شلونكم؟ هلا والله ابو دويش. شو اللي تبون؟ تبون نجلس هنا ولا نجلس بالخيمه؟ ما تبون شياب ابو علي احنا يرقب. ايوه هنا كويس، بس في مكان هنا ولا ما في مكان؟ ها يكفينا المجلس ده ولا ما يكفي؟ يا عادي ها يكفينا هذا معاه. والله انا اقول لك يكفي، بس نوخر شوي هذول من هنا. ها والله نجلس وراها وقدام بس. ايوه خليها بالوسط، كل اثنين يجلسون في جهه. شو كل اثنين يجلسون في جهه؟ كل اثنين ونجلس. اي ارضيه نجلس ارض. هلا والله، تطول على الشباب. يلا وين مرتضى؟ يلا يلا امشي امشي، خليك تكلم، امشي امشي امشي. السياره عدلها شوي. ايه ايه مع ابو دويش. السلام عليكم. اللي هذا مجلس ابو سعد التراثي هذا، شفته؟ ما شاء الله. يلا 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 يا شباب، يلا يلا يا نوري، يلا بسنا عليك ابو ابراهيم. يلا تفضل ابو دويش، تفضل. تسلم تسلم يا حباب، تفضل تفضل تفضل. ان شاء الله. شفت ال شو اسمه ابو دويش؟ اي شوف 1436 شنو هو؟ اللي يجيك كل ما جاك تاريخ تلقى الملك، صورة الملك قدامه. ما شاء الله هذا ترتيب ابو سعد. ايه 1300 ها؟ وقفوه شلون؟ طبعا مرتب، شوف العدل ابو سعد بالصفر. بسم الله. ها هنا يكفي هذا؟ طيب الان تشوفون التراث هنا يكفي هنا ابو محمد؟ والله يكفي هنا، نقدر نجلس هنا. هذا لباس شوف الله هنا الكشافه. ايه الحجيه يا عز، هذه التغذيه اول. والله سويت اصلحت لك الفصل الدراسي. والله شيء زمن الطيبين. ايه كنا نسويها اول، نسويها ذي البراي داخل شو اسمه مع الشمس يطلع عاد جوا. ايه تطلع ذي ما لحقت عليها. اي نعم. لا 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 ما لحقت عليهم ذي. شو ما لحقت عليهم؟ مثلي يا جماعة. هلا هلا بك. ما ينفع لك ضيق. اوه شوف شلون التذكره ذي يا عز. هذا سمعان سم، ما شاء الله تبارك الله. وصلنا مجلس ابو سعد.
هذا المعنى التراثي هذه الدنيا الله تطالع الله هذا المذهب يصب وهذا زجران ها المكان قالوا اي والله يشرح الصدر ما شاء الله يا هلا والله وغلابك والله هلا والله ومرحبا يا هلا شو اليوم انا ضيف ترى اليوم انا ضيف عليك هذا محل لا مره الله يسلمك والله قديم حتى شعارات الأندية موجودة القديمة هذا شعار الناصر قديما يا إبراهيم هذا شعار الناصر القديم هذا ولا أدري عنها هالعمل ذي قديمة أبو علي لحقنا على المية الزرقاء والحمراء لحقت عليهم كلهم لحقت على القوة يا ابو معاذ الله يقويك والله يا بعد اوه تدوب الكبسة اليوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جينا محل قديم وفي قديمة الطرزان والحركات والبيبسيات والبسكيت البيبسي قديما نيدو ما شاء الله وعندكم الحليب النيدو اي والله حليب النيدو هناك شوف اوه هذا ما لحقتوا عليه والسكاكين من عمرنا والله ما لحقوا عليهم مو من عمر الا مو من عمرنا ما لحقوا بسكوت بميزان يلا من ذي يقول لحق اي والله بس هذا ما شاء الله كانت وانا الله خوش خوش قديم شوفوا الجلسة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تلفون هناك الدينو التلفون القديم اللي ما لحق على التلفون القديم هذا هو انا لحقت على ذوك البيج اخرط ما شاء الله تبارك الله اخر واو المسجل القديم وهذا التلفون ده لحقت عليه الاخضر ده ولحقت على البيج تستانس ها خليك زي اللي تحزن الله الله هذا المحفه ذي ما شاء الله على المكان ده تحس يرجعك 30 سنه ورا نسميه احنا المرزان لا هذا الجديد تاو جديد التلفون القديم اللي ما لحق على التلفون القديم هذا هو انا لحقت على ذوق البيج شعار بالغوده يا ابو ابراهيم هذه الوحده ابو ابراهيم قديم هذه الوحده وانا نادي الاهلي الله ما تعمل نادي الاهلي يصعد السنه شكله اشتريها حط على رقم كل شيء قديم ابراهيم لا يصعد